وطن منحازون للحقيقة. فاجئونا مفاجأة، كانوا بيقول لك في خصم 50% على الرواتب. احنا بنناشد وبنطالب وبنقول وبنعيد وبنزيد، احنا ناس غرقانين عايشين بالأجار، يا دوب بنحصل قوتنا. ايش 50%؟ وين اروح فيهم؟ ولا اجزهم فيهم؟ عن جد يعني شو بس انا بحكي عن جد يعني يا قيادتنا يعني يا رئاستنا والكل الناس بايدوك، يعني ايش تسوي في العالم هيك؟ ليش بتعمل بالذات في اهل غزه هيك؟ ايش سووا؟ اجيت اليوم على السراب بخصوص الرواتب، فجيت ما لقيتش اللي راتب، لا لقيت شيكل ولا غير شيكل، فانا لمين اروح اشكي؟ لمين اروح؟ الحين صاحب الدكان بده حقوقه، صاحب البيت بده حقوقه، كل شيء عندي، عنده طلاب مدارس بده حقوقها، بنات بدهم حقوقه، الشعب كله بده منه مصاري، الحين صرت نصاب عند الناس، لمين اشكي؟ لمين اشكي همي؟ انا بشكي لله. اليوم اجينا على البنك لقينا خصومات 70% و50% وغير هيك، ما بنتقضاش اي حاجه، دائما مكشوف حساباتنا للبنوك لاجل القروض اللي اخذناها والالتزامات اللي اخذناها، ولكن البنك في النهايه اتخلى عنا لاجل ال 50%، لاجل ال 70% اللي بتصير، ورواتبنا كلياتها والله ما بتكفي لاطفالنا تعيش فيها. احنا في عندنا التزامات، في عندنا اجارات، في عندنا اطفال، انا عندي ست اطفال، انا متاجر وانا ومرتي 8 انفار، راتبي 300 شيكل سالب. بروح للبنك بقول لي انت مكشوف الي، طب صار الموضوع الموظف متصور صار يشحن، شو ايش اللي يعني باخذ اللي له وبسيبنا هيك مكشفين؟ احنا في عنا اطفال بدنا نطعميها وبدنا نشربها، في عنا اجارات بدنا نقضي، في صيدليه، في اطفال، في ناس بتروح على، في اولاد بروح على المدارس، في بصات، من وين هذه؟ اليوم جينا نقبض على البنك لقينا الخصومات 50% والوضع صعب ومش عارفين وين نودي امورنا وين نسد الديون، وعلينا انا ساكن بالاجار ووضعي زي الزفت والناس الله يعينها على وضعها. وطن منحازون للحقيقة.